سؤال تاني يا شيخنا، سؤال تاني. اتفضل. العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ما لفظ الحديث عشان أعلمه؟ يعني تسأل عن التفريق بين العفو والعافية؟ وهل في الحديث ورد العفو فقط أم العافية فقط أم كليهما؟ لا، في أحاديث جمعت، تمام. آخر حاجة يا شيخنا، لو أنا بس العفو والمسامحة والعافية قوة في البدن. نعم.